لعبوها دعوها وبالنار بحقد تشعل
إذا بالباب لقد فاتركوها هي البضعة لا تقربوها دعوها فإن الحقد في أم جواز الحد أهل أم وأبي تضربوها دعوها لمن الأضلاع منها تكسروها وفي أعتابها تسقطوها دعوها إذا المحسن بالقرب توسل أديروا طرفكم تنظروها أداروا المرتضى تقتحموها وبالنار بحقد تشعلوها تنادي تسمعوها وروح المصطفى تنكروها دعوها هي الزهرة والهادي أبوها يا قوم لما ترعبوها دعوها فالهادي فاطمة بنت محمد وروح الوحي تجهلها دعوها وعدوا إن في الدار بنوها ودار الوحي لا تحرقوها وبالنار
الكوثر الذي تفايض بالنعل تكسره في العظام بهجوم الدار يحوم لماذا تسقط حملها أي ذنب قد جنى الطفل هذا بالضيع والألم بالعينين كم وكد عليها تجمعت رزايا من الثقل لطموا حينها ذلك الطاغوت بالحقد تمادى أثكلوا قلبها حينما المسمار للصدر تمادى هي النون والقلل أتقى ببحر دل هي الكوثر الذي تفايض بالنعل تكسر بهجوم الدار يحوم لماذا تسقط حملها أي ذنب قد جنى الطفل هذا بالضيع والألم بالعين كم وكد عليها تجمعت رزايا من الثقل يا عصبة الخديعة أفعالكم وضيعة عذبتم الوديعة حرفتم الشريعة سريعا حينما انقلبتم بالزمان عمتم جهارا أنتم رجعتم بالنفاق كنتم تدعوتم سريعا في جهلكم قبوعا والعاركم أذيعا والباطشكم أشيعا البطاقة كيف قد كفرتم والعذا نصرتم وماذا بعده جنيتم للهدى ذبحتم هي النون والقلم أتبقى ببحر دل هي الكوثر الذي ارتفع ضلعها بهجوم الدار يحوم لماذا تسقط حملها أي ذنب الترجمة الطفل هذا بالضلع والألم بالعين كم وكد عليها تجمعت رزايا من الثقل